تقريبا 92، كان معايا تفوق رياضي ساعتها، كان اللي بياخد افريقيا منتخب كان بيبقى معاه تفوق رياضي، فده بالتفوق الرياضي. الثانويه بتاعتي كانت اللي هي القديم اللي هو النظام القديم، تانية وتالتة على بعض، فتقريبا جبت المجموعين على بعض 81 وشويه حاجه من 10 كده. هو الناس مش هتصدق شويه انا جبت كام، وانا كنت شاطره جدا في دراستي، انا جبت 103% ثانويه عامه، كنت جايبه 95%، وكان معايا 8% تفوق رياضي عشان كنت ساعتها واخده بطوله افريقيا، فبقيت 103%. فساعتها بقى جالي بقى كليات كتيرة اللي هي اقتصاد وعلوم سياسية والكلام ده، بس أنا اخترت ماس كوميونيكيشن اي سي، أعلام جامعة أمريكية. لازم أقول يعني جبت 66. كنت اي جي بس بما يعادل 96%. 83%. 71. 86%. انا كنت السنه اللي هي سنتين، اول سنه دي كانت تانية ثانوي جبت 72 تقريبا، السنه الثالثه جبت 97، فمجموع الاثنين 86. جبت كام في الثانويه العامه؟ انا كنت امريكان، جبت في الاس تي تقريبا 1850، كان من 2400 وقتها.